طبابة مع عبد الله العامري. السلام عليكم ورحمة الله، حياكم الله مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامج طبابة، تأتيكم عبر إذاعة ألف ألف أف أم الموجة السعودية من استديو الإذاعة بالريتسي مول. حكون معكم أنا عبدالله العامري يوميا من الأحد إلى الخميس من الواحدة إلى الثانية ظهرا، وتقدر تسمعونا على مختلف ترددات الإذاعة في المملكة أو عن طريق تحميل تطبيق ألف ألف أف أم من الأب ستور وجوجل بلاي. موضوع حلقتنا لليوم شيخوخة الدماغ المبكرة، فإن شاء الله في هذه الحلقة حنتناول جميع النقاط، بداية من الشيخوخة العادية والمراحل اللي يمر فيها الشخص من الولادة إلى أن يصل إلى الشيخوخة، وبعدها نأخذ جانب شيخوخة الدماغ المبكرة وجانب التشخيص والتقييم وأيضا جانب العلاج وإدارة هذه الحالة، وأخيرا في جانب الوقاية من الشيخوخة المبكرة. أيضا نستقبل أسئلتكم وأراءكم على رقم واتساب الإذاعة 055-66-89-01 أو على هاتف الإذاعة 900-66-01-2. أرحب بضيف حلقتنا لليوم دكتور هاني محبوب القرشي، استشاري جراحة المخ والأعصاب جراحات قاع الجمجمة بمستشفى الملك فهد العام بجدة. حياك الله دكتور هاني. أهلا وسهلا. طبعا في موضوعنا اللي ممكن يكون غريب شوي من ناحية المسمى، لأن يعني مثل الدارج أو المسمى الأشهر اللي هو الشيخوخة، الشيخوخة اللي هو إن اللي تصيب الرجل الكبير أو المرأة الكبيرة، لكن شيخوخة الدماغ المبكرة إن شاء الله بتواجدك معنا إن شاء الله بناخذها بالتفصيل، وإن مين الفئة المعرضة أكثر وإن كيف تتطور معهم هذه المراحل. نعم. لكن إذا بنبدأ من البداية، الشيخوخة اللي نعرفها، فوش هي شيخوخة الدماغ المتعارف عليها؟ أهلا وسهلا ويعطيكم العافية، وهذه إن شاء الله حلقة طيبة نستفيد منها جميعا، وإن شاء الله نطلع فيها بنصائح تساعدنا في حياتنا اليومية، لأن النصائح هذه نصائح عامة ومعلومات عامة تفيد وظائف الدماغ، تمنع الشيخوخة المبكرة، وكذلك تنفع في أمور كثيرة جدا. يعني تجي تلاقي جوانب الحياة اللي ممكن تتحسن نتيجة تحسن وظائف الدماغ، نتائج عظيمة من ناحية اجتماعية، ومن ناحية حتى اقتصادية، من ناحية تخطيطية، من ناحية راحة. فلذلك إن شاء الله الحلقة هذه حتكون ممتعة بإذن الله. فالشيخوخة بشكل عام اللي هي المعتادة، هو أنه الإنسان بلا شك أنه مع مرور الأيام كما يحصل مع جميع المخلوقات، مع جميع حتى الجمادات، حتى مع الأيام عند تعرضها لمرور الوقت تلاقيها تبدأ تتغير. بشكل عام في أمور هو مخطط لها برمجيا، الخلايا لما تخلق بإذن الله سبحانه وتعالى في لها برمجة معينة في عمر معين أو عند تعرضها لبعض التوترات، ففي activation تفعيل لنظام اسمه نظام الموت الذاتي للخلايا. ليش؟ لأنه إذا تعرضت لهذه المؤثرات فوظائفها سوف تتعطل أو تتأثر، فيحتاج الوضوع إلى تجديد. بعض الأحيان الخلية نفسها إذا ضعفت، الخلية مثلا الدماغية أو الخلية مثلا العضلية أو الخلية، طبعا الكلام ينطبق على كل الخلايا، على جميع الخلايا، ولكن هنالك بعض الخصائص المعينة اللي هي فقط للدماغ. تمام. وهنا تيجي بعض الصعوبات، يعني مثلا على هذا الذكر اللي انت تفضلت فيه، الخلايا الكبدية إذا تأثرت، إذا تم الاستئصال أصلا، إذا تم استئصال جزء من الكبد، في إمكانية للكبد أن هو يكون كبد جديد، يعني الجزء المقطوع يقدر ينمو مرة ثانية. تمام. ولكن الخلايا الدماغية وقتنا هي تتعطل تماما، بمعنى أن هي حصل فيها جلطة على سبيل المثال، حصل فيها ضربة أثرت عليها جعلتها مدمرة تماما، فهنا ما في تجديد لهذه الخلايا، فهو يا أنك أنت اللي تأخذها هذه تحافظ عليها أو تخسرها للأبد.
فأنا أعود للموضوع من البداية. البرمجة اللي موجودة منذ بداية الخلقة هذه تحافظ عليها أنها تؤخرها فقط، أنها تماطل فيها، بدل ما هي أنت الآن عندك الخلية حتعيش فيها كإنسان من العمر إلى نهاية العمر، هذه كانت مثلا 70 سنة، هو مقدر لها أنها تكون إلى 70. حلو؟ جميل. ولكن مع بعض السلوكيات، مؤثرات مؤثرات خارجية، بعضها بيدنا نحن وبعضها خارجية لا ليس لنا فيها أي تحكم، اللي نحن نتحكم فيه لو قدرنا فقط نحن نحصل على تعديل لهذه السلوكيات حتخليها على نفس البرمجة تبعها، حتى ممكن تخليها تتأخر أكثر من 40، من 50، من 70 سنة، ممكن تعيش معك أكثر. جميل. تمام. لذلك السؤال الجميل اللي نقدر نحن نسأله أنه ماذا تفعله الآن في العمر اللي هو بين 20 و30؟ تقدر تقول أنه هذا يستطيع أن يحدد لك كيف ستكون عند عمر 60 و70. تمام. فنتمنى أنه نحن نحصل على سلوكيات رائعة جميلة مفيدة نقدر نطبقها من بداية العمر، من عند 20 و30 و40، عشان نقدر نحن نعيش بأمان وسلام على عمر 60 و70، حتى أكثر من كده. جميل. طيب هل نقدر نقول أن الشيخوخة شيء أمر حتمي، ولا في البعض ممكن يوصل لي يعني الأعمار فوق 60 فوق 70 وما يكون عنده شيخوخة؟ السلام. سؤال مهم، لأنه الشيخوخة هي بلا شك أمر حتمي، وهذه سنة الحياة في جميع المخلوقات. إذا بقي الشخص على ما هو عليه من القدرات، معناته ابتداء منطقيا أنه الإنسان ما حيكبر أصلا عن عمر سنة أو سنتين، حيبقى في عمر الطفولة. تمام. فهذه نوع من أنواع التطور، أنه الإنسان يبقى في مرحلة متطورة من الوظائف بشكل مستمر، يبدأ من عمر الطفولة النشاط والحيوية في الخلايا الدماغية. نقدر نقسمها بالطريقة هذه. ببداية أول تقريبا 10 سنوات من حياة الإنسان، هذه الفترة اللي يحصل فيها تكوين روابط كبيرة بين الخلايا الدماغية اللي موجودة. أجيك هي من ناحية تشريحية عشان نفصلها. عندك خلية واحد وخلية اثنين، جميل. بينهم روابط. حلو. الروابط هذه تتكون مع الأيام، 2 3 4 10 روابط صارت بينهم. أوكي. الآن كل ما ربطت أكثر، كل ما تقوت هذه الخلايا مع بعض أكثر، كل ما نشأت وظائف أقوى، مهارات أعلى وأفضل. فإذا هذه الفترة الأولى، أول 10 سنوات، تكوين روابط جديدة. الآن من 10 سنوات إلى 20 سنة تقريبا، هنا يبدأ في شيء اسمه pruning أو تقليم، زي الشجرة اللي تكبر تبدأ تشوف إنه في فروع منها زايدة، تبدأ تقلم فيها تخليها بشكل معين. هذا إيش معناه؟ معناه أنه في فترة ما بين 10 إلى 20 سنة الوظائف الغير مهمة، أو الشخص اللي ما بيعمل مثلا عليها أي تكرار، الذاكرة على سبيل المثال، أنت ما بتحفظ خلاص الآن، المعلومات كلها موجودة على الجوال، فما بحفظ الأسماء، إذا بديت أستغني عن وظيفة من وظائف الدماغ المهمة اللي هي الذاكرة. تمام؟ فالدماغ يقلمها، يشيلها، يستغني عنها، يستغني عنها للأبد، ولا يعني خلاص تبدأ تكون هذه الوظيفة خاملة، خاملة جدا، لدرجة أنه تصبح زي اللمبة الضعيفة اللي تلمس. تمام. وقت تزيد عليها في الكهرباء ترجع تشتغل. أوكي. فإذا هنا الفترة هذه نتكلم فيها عن صحة الدماغ بشكل عام، حتى تؤثر في المستقبل على بعد 60 70 سنة، فترة 10 ل 20 سنة، هذه الفترة فترة التقليم، يزال الغير مستخدم ويتثبت الذي يكرر باستمرار. تمام. بعد كذا باختصار اللي هي في 30 و40 تبدأ تتكون وتتشدد الروابط اللي باقية. لذلك تلاقي الإنسان صح، حتى لو بدأ ينسى كذا، لكن صار صاحب خبرة، لأنه تكررت الروابط هذه 2 و3 و4 ولفترة طويلة، صارت بدل 10 روابط اللي قلنا عليها أول صارت 40 50 60. فهذه هنا مرحلة اللي هي تقوية الروابط وزيادة الخبرة. يعني زي ما نقول في عمر 40 توصل إلى القمة، قمة سن روابط أو نعم. سن الرشد. نعم. لذلك هذه الفترة هي أول انعكاس لما فعلته في أول سنوات الحياة. تمام. لذلك أنا قلمت اللي غير محتاجه،
وأكدت على اللي موجود واللي أنا بستخدمه باستمرار وبكرره باستمرار في 40 تزيد الخبرة فيها. بعد 40 من هنا تبدأ مرحلة الإضمحلال، مرحلة الضمور، الضمور. تبدأ كيف نفسرها نعم كيف نفسرها عفوا من ناحية علمية، أنه هذه الروابط تبدأ تضعف. الروابط اللي تكونت على مدى السنين تبدأ تضعف، تبدأ تقل، النشاط الكيميائي اللي بينهم يبدأ يقل، فهنا تبدأ مرحلة الإضمحلال. كيف نحن نحافظ عليها؟ هذا ممكن نتكلم عليه كمان. نعم، نكمل إن شاء الله لكن بعد الفاصل في جانب هذه الفترات اللي يمر عليها الإنسان. لكن أستاذنك وأستاذنا السادة المستمعين، فاصل المستمعين الكرام، ولا نزال نستقبل أسئلتكم وآراءكم على رقم واتساب الإذاعة 055-66-89-01 أو على الهاتف 900-66-01-2. ولا يزال أيضا فضيفتنا الدكتور هاني محبوب القرشي، استشاري جراحة المخ والأعصاب، جراحة قاع الجمجمة بمستشفى الملك فهد العام بجدة. فاصل وراجعين. حياكم الله مستمعين الكرام، ورجعنا مرة أخرى في بعد الفاصل، ولنزال نكمل موضوعنا عن شيخوخة الدماغ المبكرة. وأيضا اللي عنده أي سؤال أو استفسار يقدر يشاركنا هو على رقم واتساب الإذاعة 055-66-89-01 أو على الهاتف 900-66-01-2. أجدد الترحيب مرة أخرى بضيف حلقتنا اليوم دكتور هاني محبوب القرشي، استشاري جراحة المخ والأعصاب، جراحات قاع الجمجمة بمستشفى الملك فهد العام بجدة. حياك الله دكتور هاني. هلا بيك يا حبيبي. هلا. الآن قبل الفاصل احنا تكلمنا في جانب مراحل تطور الدماغ الأربع، بداية من الولادة إلى ما يوصل ممكن زي ما نقول لنقطة لا عودة أو نقطة ممكن التدهور أو النزول، بحكم الآن هي أربع فترات مثل ما تفضلت، اللي هو مرحلة النمو من بداية من الولادة إلى 10 سنين، وبعدها مرحلة التقليم اللي هي من 10 إلى 20 سنة، وبعدها اللي هي مرحلة شد الروابط من 30 إلى 40 سنة، اللي هو زي ما نقول الدماغ في هذه الفترة يكون في أعلى مستوياته، بحكم أن 40 يعتبر سن الرشد. وتيجي بعدها اللي هو مرحلة النزول أو مرحلة يبدأ ممكن ضمور في هذا الدماغ أو ضمور بشكل عام في الجسم، أو هو مو ضمور بمعنى حرفي لكن تدهور أو تقل بعض الوظائف من سن 40. فمن سن 40 إلى كم؟ إلى خلاص إلى ما يعني يشاء الله تبدأ تدهور؟ نعم، هذا الكلام صراحة مراجعة جميلة اللي أنت ذكرتها. فإذا تستمر إلى ما يشاء الله سبحانه وتعالى. بعض الناس يبدأ تدهور سريع معاهم بحكم زي ما نقول 40 سنة الماضية ما كانت ممكن صحية. نعم، التدهور السريع الآن هنا اللي احنا نتكلم عليه في حال عدم وجود أي أمراض دماغية، هنا اللي احنا نقدر نحكم مدى تحكمنا نحن فيها في هذه التدهورات اللي تحصل. هل نخليها تدهور سريع أو هل نخليها تدهور بطيء جدا؟ هو تدهور لازم يحصل بلا شك، لأنه هذه برمجة الدماغ، هذه برمجة الجسم بشكل عام. فإذا هنا الأمراض الوراثية، الأمراض العصبية إن لم تكن هنالك في دماغ هذا الشخص، فإذا من بعد 40 إذا الشخص كان ملتزم ببعض النصائح، ببعض المهام اليومية اللي مستمر عليها، هنا تقدر تقول أنه قد يصل إلى 80 إلى 90 إلى 100، وقد يكون بذاكرة جيدة قوية جدا، وتلاقيه حتى معتمد على نفسه في إدارة المواد. حتى ممكن الكبار السن اللي ممكن تكون طبيعة حياتهم مثلا في الأرياف والقرى، بتلقى يعني هو كان أصلا محاط ببيئة جيدة أو بيئة ممتازة من الناحية الصحية، من الناحية العمل، يعني تلقى عنده مزرعة أو شيء، تلقى يعني كان في حركة مستمرة، بيئة جيدة، مجتمع ممتاز، يعني ما يكون في عوامل كثير مؤثرة عليه. إيه، هذا إيش السر فيها؟ إيش السر فيها؟ يعني أنت ليش هذا الشيء نحن نلاحظه دائما، إنه الناس اللي يعيشوا في الأرياف، يعيشوا في الأماكن المنعزلة ممكن تقول عن الحياة المدنية الحديثة، ليش دائما صحتهم أقوى؟ ليش دائما ذاكرتهم أقوى؟ ليش نظرهم أقوى؟ ليش إيش اللي بيسووا بالضبط؟ إيش اللي نحن نفقده وأصبحنا في هذه الحياة صارت عندنا شيخوخة مبكرة وهم أعمارهم تصل ما شاء الله تبارك الله لتسعين ومية وهم صحة وعافية؟ الآن هذه هي الأسباب اللي نحن ممكن نتكلم عليها اللي فقدناه
هو النوم المبكر على سبيل المثال، هو أصلا قلة النوم، هو الاستيقاظ المتأخر. شوف هذه ثلاثة أشياء فقط في موضوع النوم، أوكي؟ الغذاء الغير صحي، لخبطة الأكل، إدخال الوجبات السريعة على الأكل الطيب الغير مسخن، المسخن، الميكروويف، إذا ما يتعلق بالغذاء، تمام؟ تيجي على ثورة الصناعة والذكاء الاصطناعي، أي شيء تبغاه الآن ما تحتاج تفكر. إيه لا تفكر. لا تفكر. نحن نفكر عنك. الخرائط يا سلام، عندك الخرائط وعندك اللي يسوي عنك البرزنتيشن وعندك اللي يعد لك مدري وش. أنت الآن يعني زي ما نقول مسلم دماغك إنك ما تفعله بالشكل المطلوب. نعم. اللي قاعد يفعله هذا الشخص اللي مثلاً على سبيل المثال الشخص اللي يعيش في القرى. نعم. هو ما هو مستخدم أو ما هو تحت هذه التكنولوجيا وتحت هذه الاتكالية. نعم. فإذا تيجي تلاقي على جميع مظاهر الحياة في فرق كبير جدا بيننا وبينهم. هم عندهم اعتماد كامل على الحواس اللي ربنا خلقها، ما عندهم اعتماد على أي جهاز آخر ولا على تقنيات أخرى، فلذلك هم مفعلة عندهم ويستخدموها بفعالية عالية. نومهم مضبوط، يناموا في الليل من أول ما تنزل الشمس ويصحوا في الصباح بدري، أكلهم جيد، رياضتهم وصعودهم للجبال ومشيهم في السهول والأودية تلاقيها هذه مستمرة. فلذلك إذا طاقة وقوة ونوم كافي. وشيء مهم جدا كذلك هو حيقلق على إيش. نحن هنا عندنا في الحياة المدنية اللي عندنا السيارة أخاف عليها واحد يجي يشرطها، عندي مثلا أموال حاططها في البنوك أخاف أنه الأسهم تطيح وممكن تروح، عندي كثير من الأمور اللي أنا أقلق عليها، تمام؟ بلا شك هم عندهم قلق، ولكن مقارنة بالقلق اللي عندنا في الحياة المدنية فرق كبير جدا. عندك العامل النفسي في زعزعز نوع. نعم. أو في مؤثرات كثير تأثر على هذا العامل. نعم. لكن ممكن لو الآن هذه الشيخوخة اللي نعرفها، فإذا بنيجي ننتقل يعني أو قبل ما ننتقل يعني، فيصير الشيخوخة هو ضمور شيء حتمي، لكن أنت كشخص تقدر تتحكم بسرعة هذا التدهور من هذه العوامل اللي ذكرتها. نعم. الآن في الجانب الآخر اللي هو شيخوخة الدماغ المبكرة، هل هذه يقصد فيها فئة معينة ولا هو نفس الفئة لكن ممكن بمراحل مبكرة أكثر؟ نعم، هي إذا تركت الإنسان على حياة طبيعية آمنة سليمة حيحصل البرمجة اللي متفق عليها عند عمر تقريبا 80 إلى 90، تمام؟ الآن إذا الشخص ما التزم حصلت معه بعض المشاكل اللي نحن نريد أن نتطرق لها، فهذا هنا حتيجي بشكل مبكر. يعني كم تقريبا؟ يعني تتكلم على عمر 30 35 40، هذه الشيخوخة المبكرة هذه تعتبر مبكرة. طبعا في مبكرة جدا، مبكرة جدا هي تيجي من عمر 20، تمام؟ هذه بعض الدراسات تقول أن أيضا حتى ممكن من 15. 15 هذه مبكرة جدا جدا. تمام. إذا حنيجي على فترة اللي هي من فترة النمو وفترة التطوير الأساسي اللي أصلا ما حصل فيها ضبط، فإذا هنا ممكن تقول بعض الأحيان أنه ما حصل تدهور، لا هو أصلا ما حصل بناء حتى يحصل التدهور. البناء ما اكتمل أصلا، ما اكتمل ولا ضبط بطريقة جيدة. هنا تيجي طبعا فيها مسألة التربية، مسألة الاهتمام بالنفس، الاهتمام بالوالدين، الاهتمام بالولدين عفوا الأبناء، التربية هنا في هذا الموضوع تفرق. لذلك لو تلاحظ الناس اللي يبدأوا من صغرهم يحفظوا القرآن، تمام، هذول تيجي تشوفهم ما شاء الله تبارك الله إنه ذاكرتهم قوية. ليش؟ لأنه في هذه الفترة غير بركة القرآن، بركة على عين ورأس، معروف إنه هذا قرآن مبارك يبارك للإنسان، ولكن إيش اللي سواه؟ استمر على الحفظ باستمرار، مراجعة حفظ مراجعة حفظ مراجعة، هذه أدت إلى تكوين روابط قوية جدا بين مراكز الدماغ. فإذا نتكلم على الشيخوخة المبكرة أنها إذا جاءت في عمر 40، هذا عمر يأتي فيه أغلب الناس ببعض المظاهر، يقول لك والله أنا بديت أنسى كثير، بديت أنسى فين حطيت ملابسي، فين حطيت المفاتيح، بديت أنا ما أستوعب، بديت أفقد اهتمام تركيز. إذا هذه بدأت بظاهر تعتبر طبيعية إلى حد ما، وكان سبب ذلك أنها جاته بدري هي السلوكيات اللي كان ماشي عليها خلال فترة
الأولى من الحياة. جميل، نكمل إن شاء الله في موضوعنا في هذا الجانب المهم الآن اللي هو شيخوخة الدماغ المبكرة، لكن أستاذنك وأستاذنا المستمعين نطلع فاصل مستمعين الكرام، وليزال فضيفتنا دكتور هاني محبوب القرشي استشاري جراحة المخ والأعصاب وجراحات قاع الجمجمة بمستشفى الملك فهد العام جدة. أيضا اللي عنده أي سؤال أو استفسار يقدر يشاركنا هو على رقم واتساب الإذاعة 055-66-89-01 أو على الهاتف 900-66-01-2. فاصل وراجعين. حياكم الله مستمعين الكرام، وعدنا مجددا بعد الفاصل ولنزال مستمرين في موضوعنا شيخوخة الدماغ المبكرة. واللي عنده أي سؤال أو استفسار يقدر يشاركنا هو على رقم واتساب الإذاعة 055-66-89-01 أو على الهاتف 900-66-01-2. أرحب مرة أخرى بضيف حلقتنا اليوم دكتور هاني محبوب القرشي استشاري جراحات المخ والأعصاب وجراحات قاع الجمجمة بمستشفى الملك فهد العام جدة. حياك الله دكتور هاني. الله حيك. الآن في قبل الفاصل يعني كنا قاعدين نسولف على جانب الشيخوخة المتعارف عليها، وإن جانب كيف الواحد ممكن يوصل لها والمراحل وإلى آخره، وبدينا في جانب الشيخوخة المبكرة، ومثل ما ذكرت إنه الشخص الطبيعي اللي وظائف جسمه طبيعية وولد طبيعي وما يعاني من أي اضطرابات معينة إنها ممكن تبدأ معاه من سن الأربعين وانطالع، يعني تبدأ اللي هي الشيخوخة المبكرة مثل ما ذكرت إن يكون مثلا ينسى وش حط وش سوى، يعني تبدأ أشياء ممكن تكون ملحوظة عليه أو هو يلاحظ على نفسه إيش قاعد يصير في شيء ما هو معتاد قاعد يصير. لكن هل من الممكن أو هل نقدر نفرق بينها وما بين شيخوخة مرضية أو الخرف؟ نعم، بلا شك أنه في علامات كثيرة، أولها شدة التدهور. في العادة اللي يكون عندهم تدهور مرضي أول شيء يبان عليهم من فترة مبكرة أكثر، يعني على عمر 30 تقريبا أو حتى من عمر 20. التاريخ العائلي في العادة هذه الأشياء تجي وراثية، يعني تجي تلاقي مثلا أحد أعضاء العيلة، الوالدين، الأخوان، الأخوات، الأبناء، إلا ما يكون عندهم حاجة في العائلة معروفة. الكثير منها يصاحب بإنكار الشخص نفسه أنه هو عنده مشكلة. الشخص اللي يتدهور بشكل مرضي ممكن يقول لك أنا لا ما عندي مشكلة، لا أرى أنه أنا عندي مشكلة. زي الزهايمر، الزهايمر هذا يعتبر مرض من الأمراض لكبار السن وتيجي في وقتها في العادة، يعني تيجي عند عمر 70 و80. الشخص اللي عنده الزهايمر ممكن بعض الأحيان يقول لك أنا لا ما نسيت، أنا فاكر، أنا فعلا شفته موجود هنا عندي اليوم، كان موجود وزارني اليوم، وتلاقيه هذا شخص ميت مثلا له 30 سنة. ففي العادة هذه المرضية تكون بالطريقة هذه. الشدة إيش يعني؟ الشدة معناته أن التدهور يكون سريع لدرجة أنه يأخذ بعض الأحيان فترة شهور. يعني قبل شهر أنا شفته كان يعني ماشي برضو لامم نفسه كويس ويتكلم. الوظائف الإدراكية لما تصاحب ليس فقط الذاكرة، الوظائف المهارية، الوظائف الإدراكية، الحساب، فهم الاتجاهات، الروابط بين الأشخاص، العلاقات الاجتماعية، عدة دومينز وعدة مرابط نحن نقدر نتكلم فيها، ليس فقط الذاكرة، إنما هذه الأمور كلها لو تدهورت كلها في نفس الوقت لا هنا مشكلة. تمام؟ مجرد فقدان الذاكرة التدريجي على مدى طويل، يعني نتكلم على مدى مثلا 3-4 سنوات بديت ألاحظ إنه الموضوع هنا بدأ يخف شوي عندي، ما صرت أستذكر كثير، بس ما شاء الله تبارك الله شغال في عملي كويس، ما علي ملاحظات، أموري تمام في علاقاتي مع الآخرين. إذن هنا نحن نتكلم على هذه الأمور إنها غير مرضية إنما سلوكية. أهم الأشياء اللي نحن نتكلم عليها وتعتبر هي من الشيخوخة المبكرة هو اعتمادنا أجين على الجوال، اعتمادنا على الأجهزة الإلكترونية. الآن ما في أحد مننا تقريبا حافظ يمكن رقم جوال صاحبه اللي هو for emergency calls للحالات الطوارئ، رقم الوالدين بعضنا ما يحفظها، زمان كنا حافظين كل الأرقام. أوكي، فلذلك لو تجي تقارن الآن تأخذ شريحة من الأخوان الآن أو الأخوات تمام وشريحة قبل 20 سنة
وتقارن بينهم في اختبار ذاكرة. بلا شك كلهم الاثنين ما عندهم أمراض، كلهم الاثنين كويسين وكلهم في نفس العمر، لكن هذاك ذاكرته أقوى من هذا بسبب أنه كان بيستمر على التمارين عليها. هذا ما يمنع الشيخوخة. استخدام جميع الوظائف الدماغية باستمرار وفي بيئة محكمة صحية نظيفة خالية من التوتر. هذه الكيوردز، هذه الكلمات الأساسية اللي منها نتفرع في مواضيع كثيرة جدا، إنه كيف مثلا صحيا جسديا نفسيا سلوكيا مهاريا فكريا، نتكلم على المهارات الإدراكية بشكل عام. لكن إذا بنيجي نقول في جانب وش الروتين اللي الواحد لو حط نفسه في هذا الروتين حيكون معرض أكثر، أو ممكن الأشياء الخارجية زي مثلا إن الواحد تعاطى مخدرات ممكن بتأثر بشكل مباشر، الواحد اللي مثل ما ذكرت ما يأكل زين. يعني الآن في إحدى الدراسات من إحدى المجلات تقول إن في جانب العمل إن الواحد اللي يشتغل ليلا ممكن مدة طويلة ممكن توصل لعشر سنوات من الاحتمال أن يوصل ويصاب بالشيخوخة المبكرة وغيره الكثير من الأمثلة. يعني فوش ممكن الأمثلة من الأمثلة وغيره من الأمراض. تمام، يعني لو كان عنده مرض مبكر وكان في ممارسات خاطئة أنت الآن قاعد تسرع الموضوع. نعم نحن نتكلم على الشيخوخة المبكرة، ولكن الموضوع بحد ذاته اللي ذكرته حيسبب الكثير والكثير من الأمراض. ليس فقط الشيخوخة المبكرة، موضوع الدوام لفترات طويلة جدا بشكل متعب، أوكي، في فترة الحاجة إلى النوم اللي هي فترة المساء. بلا شك يعني هذه الأمور يعني تحتاج إلى وضع قوانين منصفة في حق الموظفين. على العموم الأمثلة كثير في هذا الموضوع، إنما السلوكيات اللي نحن نستخدمها تقوي من عمل الدماغ إذا ما مشينا عليها حتؤدي إلى الشيخوخة. شوف، لاحظ أنه كل الكلام اللي احنا تكلمنا عليه الآن إلى الآن كله لسه ما جاب سيرة المخدرات وما جاب سيرة الإصابات وما جاب سيرة الأدوية المؤثرة على صحة الدماغ. أوكي؟ يعني نحن نتكلم الآن على فقط سلوكيات صحية لازم واحد يلتزم فيها، إذا ما التزم فيها ممكن تدهور صحة الدماغ. إذا جينا نبغى نزود العيار شوية، لا، هنا حنيجي نتكلم استخدام العقاقير، استخدام المنشطات باستمرار، استخدام الأدوية، استخدام المخدرات، شرب الخمر، الكحوليات، هذه تدمر الدماغ بنائيا. انت تتكلم على اللبنات البناء الأساسية للدماغ، انت بالطريقه هذه بتتلفها تلف، واذا اتلفت هي ما ترجع اصلا، ما ترجع. هي في بعض المناطق في الدماغ اللي ممكن نظريا الان في الدراسات الحديثه يقول لك انه الخلايا فيها تتجدد او تنتج خلايا دماغيه جديده، بس اغلب الدماغ 90% من الدماغ اذا اتلفت الخلايا فيه ما تتجدد. اوكي، هي الروابط، نحن نتكلم الروابط إذا أتلفت، الروابط بين الخلايا إذا انقطعت إذا قلت، هنا هذه اللي تتكلم عليها هي تروح وترجع تضعف وتقوى. أوكي؟ فنحن نحتاج هنا الآن أنه نحن نتأكد من السلوكيات الصحيحة. إذا عندنا مثلا أثناء فترة الدوام في الليل انتهيت من الدوام، على الأقل أعوض، على الأقل أجد طريقة أنه أخليها فترة معينة، أو على الأقل ممكن تلحق اللي بقى من الليل إنك تنام فيه. ومهما كان كل إنسان على نفسه بصيرة. الفترات إذا كان مجبر عليها إنه كان لابد أن يعمل في الليل، لابد، ما في أي مجال، طريقة عمله هي كذا وحتبقى طول الوقت بالطريقة هذه. إذا هنا هذا جانب واحد فقط فقد، إذا يعوضه في الجوانب الأخرى. إذا على الأقل بس النوم اللي راح عليه، بس عنده جوانب تانية اللي قلنا عليها، الأكل، الممارسات المستمرة. ترى بالمناسبة حتى التعلم على الألعاب الاستراتيجية في ناس كثير يتكلم عليها، شطرنج وفيديو كيمز بعضها، عارف كيف، هذه بتنشط باستمرار تعلم، مو زي ما ينقال إن الولد لو قاعد على السوني وغيرها إنه بتأثر عليه، يتأثر في جوانب بس انها تكون منشطه التربيه. انما اذا الالعاب الالكترونيه طبعا اللي فيها قدره
على التفكير الاستراتيجي هذه تقوي. تعرف انه في دراسات عندنا نحن هنا الان بنعملها بعض الاحيان على الاشخاص العاديين او الفيديو جيمرز، ما مدى مهارة كل واحد فيهم في المهارات اليدوية. ففي كثير من الدراسات تقول انه الناس اللي يلعبوا طبعا فيديو جيمز هذول مهاراتهم اعلى ويستطيعوا ان يطوروها بسرعة اكثر، حتى جانب التخيل بيكون اكبر، او ممكن بحكم من مثلا بعض الالعاب هي تحطك في بعض الفرضيات، فانت لما الفرضيه دي تكون قدامك انت اصلا قدك لاعبها اكثر من مره ومسوي اكثر من فرضيه، فتقدر بناء عليها يعني ايش تتفاعل مع هذا الجانب بعكس الشخص اللي ما يلعب. احنا مو ان نحفز الواحد ان يلعب، لكن في بعض الالعاب مثل ما ذكرت وانها كمان ما تكون بشكل يعني ساعات طويله، يعني خاصه الاطفال الان يعني ممكن في بعض الاطفال يسمعونا، يعني هو في حد في شيء معقول وفي شيء غير معقول، هي ترتيب وتنظيم. الفيلم اللي نزل في 2023 جراند توريزمو، الفيلم هذا كان لاعب من الفورمولا 1 على فيديو جيمز، هيز ا درايفر سائق وبيلعب باستمرار في العاب الفيديو، دخل على البروفيشنال فورمولا 1 كومبيتيشنز على مسابقات حقيقية لسائقين محترفين لهم سنين يتدربوا على قيادة السيارات السريعة على المضامير. هذا جاء من غير أي تدريب، إنما كان يلعب أوكي. ومباشرة يعني دخل بعض الاختبارات الجسدية اللي تأكدوا أنه هو سليم ويستطيع أنه يعملها، دخل مع المحترفين مباشرة، لأنه كان زي ما نقول عنده تجربة بسيطة لكن كان فيه تصور. كان مستمر جدا، ما كان في سباق حقيقي، كان سباق على الفيديو جيم، ولكن أكسبته المهارات اللازمة للسائقين الحقيقيين. نعم، والأمثلة غيرها في هذا المجال تطول، لكن احنا نطلع فاصل ونكمل في موضوعنا معك دكتور هاني في جانب التشخيص وإن شاء الله في جانب العلاج أيضا، لكن فاصل مستمعين الكرام. ولا يزال فضيفتنا دكتور هاني محبوب القرشي استشاري جراحة المخ والأعصاب وجراحات قاع الجمجمة بمستشفى الملك فهد العام جدة. أيضا لا نزال نستقبل أسئلتكم على رقم واتساب الإذاعة 055-66-89-01 أو على الهاتف 900-66-01-2. فاصل وراجعين. حياكم الله مستمعين الكرام، وعدنا مجددا بعد الفاصل، ولازلنا نتكلم على موضوعنا حلقتنا اليوم شيخوخة الدماغ المبكرة. أيضا لا نزال نستقبل أسئلتكم على رقم واتساب الإذاعة 055-66-89-01 أو على الهاتف 900-66-01-2. أرحب بضيف حلقتنا مرة أخرى دكتور هاني محبوب القرشي استشاري جراحات المخ والأعصاب وجراحات قاع الجمجمة بمستشفى الملك فهد العام بجدة. حياك الله دكتور هاني. أهلا بك أخوي عبد الله. الآن في الجزئية الماضية تكلمنا عن يعني أبرز الأشياء اللي يواجهها الشخص اللي يصاب بشيخوخة، وأيضا كيف يقدر ممكن يحد منها. يعني ممكن آخر مثال ذكرناه أن ممكن جانب الألعاب أو الفيديو جيمز بشكل عام أنها ممكن تكون أحد العوامل اللي تخلي نشاط الدماغ جيد، ممكن يوصل حتى إلى ممتاز. فالمقصد يعني أنت محتاج أن يكون دماغك نشط من يوم ما تكون طفل إلى أن يشاء الله، فالنشاط مطلوب عشان إن شاء الله ما توصل لمرحلة الشيخوخة المبكرة. لكن الآن في جانب التشخيص والتقييم، طيب إذا فرضنا أن الشخص وصل لهذه المرحلة اللي هو الشيخوخة المبكرة مثلا من عمر 40 وما دون أو ممكن أعلى بشويتين، فإيش الفحوصات اللي تستخدمونها أو تستعينون فيها عشان تتأكدون أن هذا الشخص وصل إلى مرحلة الشيخوخة المبكرة؟ ممتاز، مراجعة المختصين حيبدأوا في التاريخ المرضي إن كان هذا مرض فعلا، الحوار مع الطبيب يستفيد منه الطبيب والمريض أنه هل عنده مشكلة ولا ما عنده. النقاط اللي ذكرناها قبل الفاصل تحديد سرعة التدهور، تحديد شدة التدهور، معرفة التاريخ العائلي، معرفة الأعراض المصاحبة، هل فيه أمراض أخرى زي مثلا الحركة الغير منطقية، حركات لا إرادية اللي هو فرط الحركة. فرط الحركة يعني ما تقدر تقول 100% أنه هو فرط الحركة بهذا المعنى، إنما حركات لا إرادية لها مصطلحات معينة، اللي يشوفها يعرف مباشرة أنه هذه حركة
لا إرادية كأنها ردة فعل. يعني زي إيش مثلا؟ زي أشياء يسموها كورية على سبيل المثال، اللي هي حركات أوصف لك هي مثلا عن طريق الوصف الصوتي، إنه اليد تكون بحركة مفاجئة تخرج تخبط في الجدار، تمام؟ هذه حركة لا إرادية. بعض الأحيان حركات الرجل تقوم ترفز فجأة، تمام؟ هذه حركة سريعة مفاجئة ما لها أي معنى، صارت فجأة. أوكي، هذه من الأعراض اللي ممكن لو صاحبها تدهور في الوظائف الإدراكية العقلية، لهنا نحن نقدر نقول إنه هذا تدهور في وظائف الدماغ، شيخوخة مبكرة مرضية. هذه الأشياء يتأكد منها الطبيب، بالإضافة إلى كثير من الأسئلة نحن نسميها اختبارات دقيقة عميقة، mini mental status examination، أسئلة طويلة وما لست طويلة من الأسئلة تمر على كل المراكز الدماغية، من الذاكرة، من المهام اللغوية، من المهارات الإدراكية، من الفهم، وهكذا. يعني ممكن انتم تستخدمون او تركزون على الجانب يعني زي ما نقول السلوكي او الشفوي اكثر من الفحوصات اللي تكون بناء مثلا رنين او الى اخر من الاجهزه. هذه شوف، الى الان هذه كلها اللي نحن ذكرناها، هذه كلها تقدر تطلع فيها تشخيص، تقدر تطلع فيها احتماليه. الشخص اللي شاكك فيه طبعا، مين اللي يكون متخصص في الامور هذه اكثر؟ اللي هو طبيب العلم النفسي الكلينيكي الطبي العصبي، اوكي، كلينيكال نيورو سايكولوجيست. اوكي، اذا شك وقتها يروح يطلب للمريض بعض الاشعات، نوع معين من انواع الاشعات، هو رنين مغناطيسي على سبيل المثال. رنين مغناطيسي يدق في اماكن معينه في الدماغ، يعني اماكن زي ايه؟ زي مثلا الهيبوكامبس، في منطقه في الدماغ اسمها فرس البحر، اوكي، تشابه في شكلها شكل شبه حصان البحر، اسمها هيبوكامبس. هذه اذا حجمها كان مضمحل معناته انه هذه المشكله موجوده عند الرجل، وفعلا حتؤدي الى اعراض اللي هي الذاكره على سبيل المثال. حجم الدماغ بشكل عام اذا كان حجمه اقل من الحجم الطبيعي معناته انه حصل فيه فقدان في كثير من الاعصاب، اذا هذه علامه مبكره. نحن نشوف في فقدان في حجم الدماغ، ضمور في الدماغ بشكل عام، ولكن عند اعمار 70 و80. بس إذا جيت شفت واحد عمره 30 سنة أو 40 سنة وعنده ضمور في الدماغ، هنا في مشكلة، هنا يفضل أن أنا أتابعه بشكل أفضل وبشكل أكبر. فمن ضمن الإشعاعات أو الفحوصات الإشعاعية اللي احنا نسويها، إذا دعت الحاجة نسوي رنين مغناطيسي وظيفي. هذا الفانكشنال MRI في موجود في بعض المراكز البحثية وفي بعض المراكز المرجعية في بعض الأماكن، إذا احتاجها الشخص ممكن يروح يسويها. في بعض الإشعاعات اللي تتسوى هذه دقيقة جدا، تقدر تستخدم فيها فعلا كل منطقة مناطق الدماغ، هل تعمل ولا ما تعمل، هل تشتغل ولا ما تشتغل. يسموها مثلا PET أو Positron Emission Tomography، هذه يستخدم فيها بعض المواد، أوكي، مثلا جلوكوز على سبيل المثال، وتحقن في المريض، اوكي، ويشوفوا اذا كان المريض هذا يتكلم او يتحدث او يفكر، او انه هو مثلا يحاول انه يبذل مجهود عقلي في شيء معين، ويشوفوا المناطق الدماغيه المسؤوله اللي احنا نعرف انه هذه المفروض انها تتفعل، نشوف مدى استخدام الخلايا في المنطقه هذه للجلوكوز اللي هو البنزين. إذا شفنا البني آدم بيحاول يفكر والمنطقة A المسؤولة عن التفكير ما اشتغلت، ما استخدمت الجلوكوز، معناته أنه هذه المسألة أدتنا طبعا أنها معطلة هذه المراكز. جميل، فهو بشكل عام يعني بناء على هذه الفحوصات وبعدها تحددون إذا كان الشخص مصاب. لكن في حال لو كان الشخص مصاب، هل في برنامج علاجي ممكن أنك ترجع كما كنت، ولا البرنامج العلاجي حيكون مخصص أن يحاول يقلل من هذا التدهور قدر المستطاع؟ نعم، نحن أول شيء نتفق على أنه نحن بنتكلم على خلو الشخص من الأمراض الدماغية الوراثية اللي هي أصلا بلا شك أنه الشخص حيكون محتوم عليه أنه هو حيفقدها مهما سوى، تمام؟ إذا كان الشخص طبيعي ما عنده أي إشكالية ولكن عانى من هذه المشاكل، فهنا نقدر نتكلم نقول البرنامج اللي حينحط
له هو عكس الأسباب اللي أدت إلى هذا التدهور. يعني شخص على سبيل المثال عضلاته ضعيفة بسبب فقدان التمارين الرياضية، هتقول له روح النادي سوي التمارين الرياضية مثلا مع مدرب، أوكي؟ فإذا هنا أنت عكست المسألة، إذا كل المشاكل اللي جاءت نتيجة ضعف العضلات رجعت تحسنت بسبب عودة تقويتها. تقوية العضلات. الآن السبب اللي خلى الشيخوخة المبكرة على سبيل المثال، احنا نتكلم النوم المتقطع، عدم محاولة الحفظ، الأكل الغير جيد، عدم استخدام المهارات الدماغية المختلفة. أنت ما قاعد تفعل دماغك بالشكل المطلوب. نعم. البرنامج اللي حينحط بناء على هذه الأمور، بناء على الشيء اللي أنت فقدته، فيبدأ طريقة التعويض. نعم. وهذه نبدأ فيها كلنا أصلا من الآن، سواء بدينا ولا ما بدينا في التدهور. أنا كل يوم أنا حاطط لنفسي برنامج أنه أنا حتى لو نمت متأخر أو صحيت متأخر، لا، أنا كل يوم لازم أحاول أني أعمل مهارة من المهارات. لازم كل يوم يعني مثلا على سبيل المثال أقول لك إياه على وجه السرعة، في دراسة كانت تقول أنه الشخص اللي يستمر على المهارات اليدوية زي الغزل، تمام، هذول ما هو بس تحسنت عندهم قدرات المهارات اليدوية وصاروا دقيقين في عملهم، في مراكز كثيرة في الدماغ تطورت، صار من ضمنها رغبة الشخص ومحبته أنه هو يروح يطلع على علوم جديدة ويتعلم مهارات جديدة. هذا إيش السبب التفسير العلمي لها؟ أنها تطورت المراكز هذه المسؤولة عن الحركة الديناميكية الجميلة السهلة، وطورت ما حولها. جميل. يعني الآن ممكن لو بحكم وصولنا لنهاية وقت البرنامج، لو نيجي بنلخص في دقيقة، أنت كيف تقدر تحافظ على سلامة دماغك عشان ما توصل لمراحل الشيخوخة المبكرة؟ هل هو بس مجرد تكون مقصورة على الأشياء اليدوية، ولا أنت في زي ما نقول روتين معين تحيط نفسك فيه وإن شاء الله أنك تحصل على دماغ سليم؟ روتين معين. نحن من شكر لنعمة الله سبحانه وتعالى اللي أعطانا هي نعمة الدماغ، أنه نحن نستعملها فيما أحل بطريقة فعالة وقوية، وأجدد النية أنه هذه الأعمال اللي أنا بسويها، على سبيل المثال أنت مقدم الآن رائع ومتألق ومتميز، الآن صوتك هذا تقدر توظفه في خدمة قوية جليلة بتطور فيها نفسك، بتطور فيها مهاراتك. بلا شك أنت عارف أنه المراكز الدماغية المسؤولة عن الكلام في الدماغ بجوارها مراكز أخرى من ضمنها السمع، فإذا أنت صرت متحدث جيد حتسمع كويس، والعكس بالعكس، وهكذا. يعني كل واحد يشوف إيش الامتياز اللي عنده ويبدأ يحاول يطور فيه ويلعب على كامل الجوانب اللي هو في حياته، ويبدأ يطور عشان إن شاء الله أني يقلل من حدة هذا الضمور أو أن يتفادى بشكل كلي. أخيرا في وصولنا إلى وقت نهاية البرنامج، أشكرك دكتور هاني على هذا الموضوع. يعني موضوع صراحة جميل جدا، هو ممكن باقي أكثر من نقطة ما خلصناها، لكن أشكرك كل الشكر لتواجدك معنا. الله يسعدك يا حبيبي، والشكر لك. الشكر لكم أيضا مستمعين الكرام، وإلى هنا وصلنا إلى نهاية وقت البرنامج. كان في ضيافتنا دكتور هاني محبوب القرشي، استشاري جراحة المخ والأعصاب وجراحات قاع الجمجمة بمستشفى الملك فهد العام جدة. أيضا أشكر زملائي من الإخراج عبد العزيز آل سحيم ورايد باراجي. كنت معكم من عبد الله العامري، وإلى اللقاء متجدد على نفس الموعد والتوقيت. مع السلامة.